بروسيسور روح انتج مصنع معالج بروسيسور هذا ان وان تشيب يعني يبي رقاقه واحده كاش ذا ترانس يشتغل على شنو وان سايكل ايش يشتغل على دوره واحده ايش قد الزمن مالها 5 نانو سكند ايش قد الزوره الدوره مالتها 5 نانو سكند ب 200 ميجا هرتز تصور منه 200 ميجا هرتز ميموري اكسس تايم ايش قد مين ميموري اكسس مين ميموري اكسس تايم ايش قد اوف 60 مايكرو سكند نانو سكند العفو هسه اولا دوره واحده ايش قد الزمن مالها 5 نانو سكند زين اذا اقول لك ثلاث دورات او خمس دورات نضرب بزمن 5 نانو سكند نضربها تضرب ايش كم دوره يعطيك تضربها بالقيم بالزمن مالها بينما هنا ليش ما ضرب لين هو في واحد هسه هذا مثال نفسه مال هيت ويل اي نفسه شو ليش الطاريه حبيبي ايش قال لك قال لك عندك معالج برقاقه واحده يشتغل على دوره السايكل مالته الدوره واحده مالته ايش قد خمسة ايه. فاذا الواحد في الخمسة ايش قاعد قال لي وان سايكل ايه. واحد في الخمسة ايش قاعد ايه. خمسة بقت نفسه بينما انا اقول لك الدورتين بخمسة اثنين في خمسة اربع دورات الف دورة الف في خمسة هاي شهاي يعطيك على حسب السايكل ايش قاعد ترددها 200 ميجا هرتز المين مالت الميموري اكسس تايم اوف 60 نانو سكند ايش مطيك هسه شو طانا طانا الدورة مالتها التايم مالتها مال الدورة صح وش طاك بعد طاك تايم اكسس تايم الاكسس اكسس تايم اكسس تايم ايش قد مطيك يا 60 نانو سكند ايش مطيك بعد الهيت ريشو هذا الهيت 85% ريشو ايش قد 80 85 صدق انا الريشو مو لازم تعطيها بنسبه مئويه هناك حتى ذاك السؤال مو انا قبل اعطيتها 0.6 تقدر مو هو شيء يسوي يعطيك اياها 60% بعدين ترجعها حتى تطلعها بالواحد ترجع على الشيء 60% هي ال 0.6 هي 60% في 100% مو لازم المهم تضربها في 100% تسويها هسه شو يريد كالكوليت توتال تايم احسب كالكوليت توتال تايم اوكي الحل هسه اول شيء ايش عندك هو اصلا مطيك هيت ريشو ما اعطاك نمبر اوف هيت لو مطيك نمبر اوف هيت كان صار هو هنا اصلا مطيك هيت ريشو شو يقول الهيت ريشو شو يقول عندنا قانون زائد الام زائد الام شو يساوي واحد ايش قد الاتش مطيني اياه 85% ايش قد يعني يعني ايش قد 0.85 ايش قد زائد الام شو يساوي واحد الام شو يساوي واحد ناقصا 0.85 يساوي لنا 0.15 هذا الله يسالك اوكي صح هذا منو هذا هذا المس المس قانون التوتال اكسس تايم شو يقول قانون الاكسس تايم هذا جديد توتال الاكسس تايم شو يساوي لك الهيت لا ذاك طويل يكتب لك ريشو يعني في الاكسس تايم لا زائد في الاكسس تايم الاتش في للكاش اسود اي بابا يعني زائدا منه المس ريشو في الاكسس في منه في الاكسس تايم يلا قاعد اشوف لا حجي مو الاكسس تايم اكسس للكاش عندك هو الكاش يا هو حجي الاكسس للكاش هو الخمسه والاكسس للميموري هذا الاكسس تايم للكاش هذا المطلع كله اللي هي مالته مال السايكل واحد اوكي اللي هو ايش قال لك كاش ذا ترانس الكاش مالته يعمل بدوره واحده بخمسه حجي اللي يقرا السؤال يفتهمه هو اللي يقرا واضح المهم ورا شنو الاكسس الاكسس تايم مين ميموري اوكي تيجي هسه تصفيط ايش راح يساوي لك اللي ترى ايش قد 0.85 في اكسس تايم ايش قد الهيت 6 5 مع نانو خمسة هي ها ها خمسة هاي 60 نانو مو 60 نانو 60 وهاي 5 نانو ما حجي الاكسس الهيت تايم كاش الهيت هاي غالبا 85 الهيت ايش قد 5 نانو سكند هاي الوحدات لازم تاخذها ليش ما تضربها زائدا يطلع لك من نانو 0.15 يطلع لك من نانو حجي 0.15 الريشو النسبة ما بها وحدات قياس في الاكسس تايم للريشو ايش قد 60 نانو سكند هذا تضربهن
وهذا تضربهن القيمتين تجمعهن تطلع لك القيمه بالنانو. ما بالكاس يا حجي ما لها ندري بالكاس يا حجي طبعا ليش نسولف فيها زين بالكاس يحتاجك تذن النانو والهذا لا قبل 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 13 تعرف الوحده 20 25 نانو سكند اوكي هي نانو سكند عارف يعني تطلع لك نانو سكند بس يجيبون هيك يعني والله ما ادري.